نزل لي عليها بقى يا ابني، ده العلبه مفتوحه يا ابني. ايوه افتحها. طب افتح لي الباب يا يوسف، افتح لي الباب يا يوسف. يوسف افتح لي باب العمر. يلا هنا، يلا هنا. دخل الكلاب جوه، افتح لي البوكس، افتح البوكس. هناك يلا. اقفل الباب عشان الهواء. بسم الله ما شاء الله. امسك كده. طبعا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، ادي دفعه الكتاكيت الجديده بتاعت رمضان. كل سنه وانتم طيبين. لسه هو عمر يوم. تمام. طبعا دول 40 كتكوت اهم. تمام. لسه عمر يوم. هنبدا دلوقتي نحط لهم الاكل والميه والحاجات دي كلها. تمام. اغسل لي دي غسله كويسه يا باشا، غسله كويسه، غسله كويسه. دخلت عليها. هات لي هنا واحده عليها هنا. هات لي واحده هنا. نحطه كده ايه البنتوب، نحط عليهم شكاره العاليه هنا كده. هات لي واحده عليها هنا يا باشا. طبعا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، دول 40 كتكوت. تمام. لسه داخلين دلوقتي اهو، المكان دافي. تمام التمام. هنبدا دلوقتي نحط الاكل، نحط الميه. تمام. نشوف الدواء والعلاج اللي مديهم لنا ايه. جبت العلاج يا محمد؟ وريني العلاج كده، تعالى قول لي ده بيتعمل ايه وده بيتعمل ايه. احلى مسا على اخويا وحبيبي محمد الشحيمي. طبعا الكتاكيت دي احنا جايبينها منه. هات العاليه هنا، ارفع من الميه. الاثنين ولا واحده بس؟ واحده بس. بص انت ممكن بس خلاص. هات لي في قطر عندك، سلاح قطر كده. هنبدا نفتح العاليه يا جماعه. في سلاح قطر قدامك على البوكس. فتحنا العاليه اهو. طبعا العاليه يا جماعه اللي هم اللي احنا بنشتغل بيها في الاول، العاليه الناعمه اهي. ادي العاليه الناعمه اهي يا جماعه، بالشكل ده كده. تمام. تعالى محمد قول لي على العلاج ايه. محمد فين محمد؟ طبعا ادي عليها اهي، هنبدا نحط كده اهو. وهنا اهو. طبعا هم منتظرين الميه، هنحط الميه في الجنب اللي هناك ده دلوقتي. هم اول ما نزلوا بيلعبوا في التبن اهو، شايفين؟ يا يوسف حط معاك الدواء بقى. طبعا احنا جبنا شكارتين عليها ناعمه اهو، علشان نمشي معاهم بالعاليه الناعمه لحد باذن الله وبمشيئه ربنا ما نبدا ناكل خشن بقى. وطبعا انا بنشتغل بالنوع ده يا جماعه، يعني العاليه اللي بنشتغل بيها على طول هي النوع ده، انضف عليه. بصوا بيلعبوا، بسم الله ما شاء الله. دي بقى اللي لما بيكبروا بيبقوا فراخ بيضة. تمام. تبقى فراخ بيضة كبيرة، فرخة منهم بتوصل لحجم 3 كيلو. والأحجام دي دول يا جماعة بتبقى عمرهم عمر 45 يوم بالظبط، وبتبدأ تذبح وتاكل منهم بقى. Thank you.
انا هنحاول نجيب دي كده هنا. اهو هنجيب الميه ايه، نخلي الميه في الناحيه دي كده. الميه يا باشا ونعدي كده. يلا هناك العبوا هناك في الميه. حطيت دواء؟ اه. طب عرفت الدواء ايه؟ اه. ادي المشرب يا جماعه اهو بتاع الميه، نقلب كده تمام ونبدا نحط هنا اهو، كله هيجي يشرب دلوقتي اهو. عرفت الميه ايه؟ اه. تمام كله هيجي يشرب بقى دلوقتي. هنبدأ كل يوم معلقة ممسوحة، معلقة جت صغيرة تمام، خليه هنا اهو. ده ايه؟ وبعد ده كل يوم معلقة ممسوحة على مشرب، على المشرب بعد ما يخرج لمدة 3 ايام. اه هنفوت الرابع نريحه من المية عادية، وده ندي بقى لحد ما تخرج بعدها. تمام غطا على السقاية، غطا على السقاية ده مضاد كوكسيديا اهو، انا حاططهم لك هنا اهو. تمام طبعا هنا يا جماعة بيبدأوا هم هيشربوا بقى وياكلوا، ما تسندش بقى على الترابيزه. ادي يا جماعه مجموعه الكتاكيت اللي احنا لسه جايبينها. طبعا المره دي انا جايب، انتوا عارفين ان انا دلوقتي مش اي مكان نجيب منه، لان الكتاكيت بالذات لازم تجيب من حد انت واثق فيه وحد انت ضمنه. تمام محمد ابو سمير طبعا صاحبي وحبيبي، انا بنحب نتعامل معاه في كل حاجه، لان محمد شخصيه محترمه وعنده ضمير بجد 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 في التعامل بتاع حاجته. طبعا هو كان فتح قريب مني هنا للمزرعه، بس دلوقتي بدا ان هو فتح في دمنهور، ربنا يا رب يوفقه ويبارك له باذن الله ومشيت ربنا. من الشخصيات المحترمه والناس اللي انا نعتز بيها، وغير كده وكده صاحبي، يعني احنا اصدقاء واصحاب. تمام ما بتفرقش بينا اي ماده او اي حاجه زي كده، احنا بنتعامل مع بعض كواحد. تمام ودلوقتي طبعا ادي الدفعه اهي، دول 40. انا كنت مكلمه على فكره على 70، 40 ابيض و30 هجين. هو قال لي الهجين لسه ما جاش، فاحنا خدنا الابيض دلوقتي. تمام اهو بداوا طبعا هم بيشربوا. تمام اهم تمام بداوا يشربوا وهيبداوا ياكلوا بيلعبوا بيتنططوا. تمام التمام اهو. احلى مساء عليكم، تحياتي ليكم. دي كتاكيت رمضان، كل سنه وانتم طيبين. وتعالوا افطروا معانا بقى في رمضان باذن الله. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، احلى مساء عليكم. طبعا فكره، استنى قفلتم لسه معانا كتاكيت يا جماعه، مورال يلا فيها. وطبعا كل حبايبنا، يعني انا بنبقى عامل حساب حبايبي كلهم باذن الله وبمشيئه ربنا. تحياتي للجميع واحلى مساء عليكم.